بإرادة شعبية خالصة وكاملة، السودان ينفض غبار حقبة البشير والإخوان ويعود قويا لبيته العربي. هذا ما جسدته الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان. فمن مصر قلب العالم العربي جاءت أولى جولاته بالمنطقة مثمنا الدعم المصري غير المحدود لصالح الشعب السوداني وخياراته، وذلك ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فشعبي وادي النيل تجمعهما روابط وعلاقات مرتكزة في الوجدان، وسيعززها أكثر بالمرحلة المقبلة مشروعات تنموية مشتركة كالربط الكهربائي وخط سكك حديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين. ومن الإمارات، القوة الناعمة بالمنطقة والعالم، حل البرهان ضيفا ليقابله وليعهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان بالتأكيد على دعم السودان في تحقيق طموحات شعبه نحو التنمية والتطور، وإعرابه عن ثقته البالغة بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته على بداية مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل. جولات خارجية كشفت التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين السودان وأشقائه، وعودته للاصطفاف بجوارهم للزود عن الأمة العربية ضد كل معتد أثيم.